شهد شهر يوليو تموز الجاري زياده في وتيره الهجمات الارهابيه التي استهدف بعضها قوات الامن والجيش المصريين ما جعله واحدا من اكثر الشهور دمويه خلال هذا العام اليوم اعلنت مصادر امنيه مصريه مقتل خمسه جنود بينهم ضابط واصابه ما لا يقل عن خمسه اخرين في هجوم بشمال سيناء ووفقا للمصادر فتح المسلحون النار على مدرعه عسكريه في مدينه العريش وعندما وصلت التعزيزات الامنيه زرعوا قنبله على جانب الطريق ما لبثت ان انفجرت في الجنود. وفي السابع من هذا الشهر استيقظ المصريون على هجوم يذكر بعمليات الاستنزاف حسب الروايه العسكريه. الهجوم الذي استهدف نقطتي تفتيش جنوب رفح في شمال سيناء أسفر عن مقتل 26 عسكريًا بينهم خمسة ضباط وقائد كتيبة، كما سقط فيه 14 مسلحًا ودمرت ست عربات مدرعة. وسرعان ما اعلن تنظيم داعش في شبه جزيره سيناء مسؤوليته عن الهجوم الذي لقي ادانات محليه ودوليه واسعه من بينها مجلس الامن، وبعد اسبوع فقط من هذا الهجوم، هاجم مسلح بسكين فندقا سياحيا بمدينه الغردقه الواقعه على البحر الاحمر ليقتل سائحتين المانيتين ويصيب اربعه اخرين، ويوجه للسياحه الطريحه بالفعل طعنه اخرى ستزيدها ترنحا. وفي اليوم نفسه أي في الرابع عشر من يوليو تموز تعرض كمين للشرطة في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة لهجوم أصفر عن مقتل أربعة عناصر من الأمن بينهم ضابط. وفي اليوم التالي قالت الشرطة إنها قتلت اثنين من المتورطين في الهجوم الذي استهدف كمينا أمنيا بالمدينة